السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن غادي نشارك معكم أحسن السماعات المتوسطة، يعني بالثمن المتوسط الموجودة حاليا في الأسواق، والأغلبية كيف ما كنعرفوا من شركة لينوفو، شركة عالمية اللي مختصة في الإلكترونيك. دونك كاين واحد النماذج اللي غادي نوريهم لكم دابا وغادي نشاركهم معكم، هادو هما اللي كاينين في الاسواق حاليا. كاين ال بي 40 برو، ال بي 40 برو، كاين ال بي 40 عاديه، كاين الاش تي 38، وكاين الا 02 برو، هذه حتى هي. دونك غادي نشاركهم معكم ونعطيكم الاثمنه، لي ديتاي، اللي بغى يشريهم شنو يدير الى اخره. اذا اول حاجه غادي نشارك معكم هاد ال بي 40 برو. هذه السعر ديالها كيبدا من 10 دولار فما فوق على حساب ستور، ولا حساب واش كاين شي برومو ولا ما كاينش برومو. دونك الاغلبيه فاش كتكون برومو راه كتكون 10 دولار ولا اقل على حساب ستور اللي غادي تشري منه. دونك هادو خديتهم من علي اكسبريس بالبرومو ديال 11 11، تقريبا بشي 70 درهم، يعني شي 7 دولار تقريبا، ما بين 7 دولار 8 دولار. حاليا بلا برومو راه كيديروا تقريبا شحي 12 دولار، يعني 120 درهم 110 درهم، موجودين في علي اكسبريس. وكاين الشحن، كاين دي ستور اللي دايرين الشحن مجاني، غادي نحاول نبارطاجيهم معكم، يعني ما كتخلصش لا ديوانه لا ليفريزون، كتجيك مباشره حتى للدار مع الشركه ديال سبيداف. دونك كيدعموا دي دي بي. دونك هذه هي النموذج اللي غادي نشارك معكم. الصراحة زوينة عجبتني، حتى لا شارج كيديو مزيان في الشارج، يعني ومقارنة مع الثمن ديالهم يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف، تستاهل انهم يكونوا عندك. دونك الشكل ديالها زوين، حتى الديزاين ديالها الصراحة واعر. دونك هذا هو الديزاين ديالها، ديال البواطه ديالها، كتشارجي تيب سي، دونك كيكون مع الشارجور ديالها، الشارجور. وعندها واحد جليده باش زوينه بزاف، عندها واحد جليده هنا ديال البروتيكسيون، يعني ماشي غارقه، ماشي من هذوك اللي كيدخلوا في الودن كيسمكوا الودن، ولكن عندها واحد جليده غير من الفوق، يعني البروتيكسيون صراحه كتجي لاصقه في الودن، كتجي زوينه بزاف، تستاهل الثمن ديالها. دونك اون فوا كديرها كتشعل هاد البولة راه كتشارجا، ما نجربها معاكم ولكن التجربة راه ما غاديش توصلكم في الفيديو في طبيعة الحال. المهم راه كتكونيكتا سهلة، كدير في الشارج مزيان، يعني شي حاجة اللي تستاهل، زوينة بزاف. كاين ال ال بي 40 العادية حتى هي تقريبا بحالها، غير هي ما فيهاش هاديك الجليدة، هذا هو الفرق، ما فيهاش هاديك الجليدة اللي كتكون في الاخر. كاين الاش تي حتى هي زوينه بزاف، حتى هي الديزاين ديالها هادي ناقص عليهم في الثمن، هادي دايره 10 دولار بلا برومو، يعني 10 دولار تقدر تاخدها من دابا. كاين هادي كاع رخيصه بزاف، باقي ما جربتهاش الصراحه، A02 هادي مازال ما جربتهاش، ولكن من خلال الديزاين ديالها ومن خلال الشكل ديالها وجربتها جربتها غير، يعني ما جربتهاش ما خدمتش بها بزاف، غير جربتها في التليفون انها خدامه وصافي. صراحة حتى هي زوينه، حتى هي الديزاين ديالها زوين بزاف كما كتلاحظوا. دونك هادو هما لي زيات كيكونوا هنا، حتى الشكل ديالهم زوين، ما فيها لا جلد لا والو، كلشي لاصقه في الودن. دونك شي حاجه لي طوب، تستاهل. هادي دايره غير تقريبا غير شي 7 دولار 70 درهم تقريبا، فاش كنقول تقريبا ما عارفش بالضبط، يعني المهم هذا هو الثمن ديالهم. وهادو كاملين توش، كتشعل ببصمة، كتطفى ببصمة، كتوقف، كتزيد، فيها كاع لي زوبسيون ديال لي كيت اللي معروفين بروفيسيونيل، كتجاوب حتى في الهاتف. الاغلبيه كيتخوفوا من انها ما تجاوبش على لي زابيل، دونك كتجاوب والصوت واضح، وفيها الميكرو حتى هو واضح. دونك شي حاجه اللي زوينه وتستاهل انكم تخدموا بهم. دونك
هادشي اللي كاين. اللي عنده اي استفسار اللي بغى السطور منين خديتهم راه صيفطوا لي في الكومونتير. مرحبا. دونك هادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم. نتمنى ان الفيديو يعجبكم. هاد الفيديو غير ديز قلت علاش لي ما ندير فيديو نحطو في نشاركو مع الاصدقاء اللي باغي يشري شي وحده، نتعاون معاه، نوري الطريقه، نوري كيفاش كري كونت في علي اكسبريس، كيفاش يدوموندي. الا بغيتو هاد المحتوى هذا انا مستعد. الف مرحبا، غير يكون اقبال، حيت الاغلبيه راه كيعرفو كيدخلوا الفيسبوك، لي جروب، تيليجرام الى اخره، كيلقاو لي برومو. كاينين حتى قنوات اللي كيعطيو لي برومو دائما. دونك انا ما متخصصش في هذا المجال، ولكن غير بغيت نشارك معكم هاد المشتريات اللي خديت واللي وصلوني. كاينين شي حوايج اخرين الصراحه هو عارين من غير لي زياش تقدر تشريهم ويوصلوك بلا ديوانه، بلا شحن، يعني تقدر تاخذهم بشكل مجاني، غير كتخلص غير في السيت وكيوصلوك حتى للدار. دونك الا بغيتو نشارك معكم هاد المحتوى ونشارك معكم هاد المشتريات كيفاش تشريو الى اخره، انا مستعد جدا. هادشي اللي كاين، اللي عنده اي استفسار كيف ما قلت لكم في التعليق، ودمتم في رعاية الله، اتمنى لكم التوفيق جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.